الحلقة 10، الرحمة في القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله رحمن رحيم. شهر رمضان جعل الله فيه الفضائل كالعتق من النيران ونيل الدرجات في الجنان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذا الشهر بمزيد فضائل، ومنها الاهتمام بالقرآن ومدارسته. القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. القرآن فيه رحمة، فلنبتدر القرآن لنيل رحمة الله. ومن أبواب رحمات الله في القرآن الاستماع له بتدبر وخشوع. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء: لعل في حق الله واجب، أي أنكم سوف ترحمون. نعود أنفسنا سماع القرآن. المرأة في بيتها، إذاعة القرآن تعمل، قناة من القرآن تشتغل، شاب معها الجوال الهيدفونز في الإذن بسماع القرآن، شهر فضيل يسمع القرآن. رجل في عمله في ذهابه وإيابه في السيارة، اسطوانات سي دي فلاشات تكون بالقرآن، فيسمع تلاوة القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. يسمع القرآن لنيل رحمة الله، يسمع القرآن في رمضان لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يسمع القرآن الذي فيه الرحمة في شهر الرحمة لأن الله رحمن رحيم. فلنترفق بأنفسنا ونسمع كلام الله. جاء إلى مكة مشركا، قالوا له: لا تسمع لمحمد، فإن له قولا يفرق فيه بين المرء وزوجه. يقول: أخذت الكرسف وجعلته في أذني، الكرسف القطن، حتى لا يسمع. ونزل المطاف فرأى شخصا يفعل عجبا، رأى شخصا يطوف بالبيت بعيدا عن الأصنام، ويصلي صلاة وقار، ويترو كلاما بترنيم وترتيل. فاقترب منه وسأله: ما أنت، من أنت وما تقول؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الله. فيقول: نزعت الكرسف من أذني وسمعت، سمع القرآن فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. أدركته رحمة الله عندما سمع القرآن، نزع الكرسف، ترك الحائل الذي كان يمنعه من سماع القرآن، تركه بعيدا فسمع القرآن وأسلم. بدل أن يكون مشركا أصبح مؤمنا، بل كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكان هو سبب في إسلام كل قبيلته وعشيرته، وهم قبيلة دوس. وكان في هذه القبيلة التي أسلمت بفضل الله ثم هذا الشخص، كان فيهم حافظة الإسلام أبو هريرة، فأبو هريرة راوية الإسلام، هو حسنة من حسنات هذا الرجل الذي سمع القرآن. هذا الرجل هو الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. سؤال هذه الليلة: الطفيل رضي الله عنه الذي سمع القرآن فأسلم، ما هي قبيلته؟ وفقنا الله وإياكم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد.